أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. نتقدم إلى ساحة القداسة، إلى سيدنا ومولانا ولي أمر المسلمين الإمام الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه بأصدق التعازي وأحرها، بمناسبة ذكرى وفاة خاله السيد الطاهر الطهر إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. وحين تمر علينا هذه الذكرى فإنها تكون ممزوجة بالألم، والألم لا يقتصر على ما تعرض له هذا السيد الجليل منذ بدو حياته من الافتراء والبهتان والقذف كما سيتبين إن شاء الله تعالى، وإنما يتعدى الألم إلى واقعنا المعاصر نحن الشيعة. ففي واقعنا هذا تمر مثل هذه الذكرى بلا التفات وبلا تفاعل يتناسب مع حجم وجلالة ورفعة هذه الشخصية. السيد إبراهيم عليه السلام كالسيد المحسن عليه السلام، كلاهما مظلومان. وذكرى كل واحد منهما تكاد تكون منسية في العالم الشيعي. ففي هذا اليوم الذي يوافق يوم وفاة السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لعلك لا تجد مجلسا ينعقد في عزائه، وهذا ما نحن نتأمل إن شاء الله تعالى أن يتغير مع مرور الوقت. هدفنا أن نلتف حقا وصدقا حول أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم، ونفرح لأفراحهم ونحزن لأحزانهم. هذا اليوم هو يوم حزن رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا نطقت الروايات الشريفة، وبلغ من حزنه صلوات الله عليه وآله أن هملت عينه بالدموع في مثل هذا اليوم الذي فقد فيه ابنه العزيز إبراهيم صلوات الله عليه. هذه رواية يرويها ثقة الإسلام الكليني عليه الرحمة والرضوان بسنده عن ابن القداح عن أبي عبد الله أي الإمام الصادق عليه السلام، يقول في ذلك الحديث: لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله
هملت عين رسول الله صلى الله عليه وآله بالدموع. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: تدمع العين ويحزن القلب، ولا ما يسخط الرب، أي لا نفعل أو نقول ما يسخط الرب، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي يصرح صلوات الله عليه بأنه محزون لفقد إبراهيم، وقد هملت عينه بالدموع بسبب ذلك. ألا يجدر بنا نحن أتباع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن نحزن لحزنه؟ فكيف تمر هذه الذكرى وكيف يمر هذا اليوم هكذا بلا التفات وبلا مظاهر الحزن؟ وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. تقول الرواية: ثم رأى النبي صلى الله عليه وآله في قبره خللا. لما دفن إبراهيم عليه السلام وجد النبي صلى الله عليه وآله في قبره بعض الخلل، يبدو أنه لم يسوى القبر جيدا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: فسواه بيده، النبي الأعظم بنفسه بيده الشريفة سوى قبر إبراهيم. ثم قال: إذا عمل أحدكم عملا فليتقن. ثم قال: إلحق بسلفك الصالح عثمان بن مضعون. يخاطب ابنه إبراهيم قائلا: إلحق بسلفك الصالح عثمان بن مضعون عليه الرحمة والرضوان. هذه الرواية أيها الإخوة رواية مشهورة، لا تقتصر روايتها على طرقنا، وإنما تجدون مثيلها أيضا عند أهل الخلاف من طرقهم. ولكن الذي يلفت الانتباه أن ثمة رواية مروية عند أهل الخلاف عجيبة جدا، وإني بحسب اطلاعي لم أجد نظيرا لها عندنا. نعم، وجدتها في بعض كتبنا منقولة عنهم، أي عن طرق أهل الخلاف. هذه الرواية تتحدث عن نعي النبي صلى الله عليه وآله لإبراهيم ابنه قبل وفاته، وأن حزنه بدأ عليكم السلام ورحمة الله، وأن حزنه بدأ منذ ذلك الحين عندما قرر أن يفدي بإبراهيم فلذة كبده، هذا أن يفدي به الحسين سيد الشهداء صلوات الله عليه. رواية تهز الضمير وتشعل الوجدان. الرواية تجدونها وكما قدمت من طرق أهل الخلاف في كتاب تأريخ بغداد للخطيب البغدادي في المجلد الثاني الصفحة 200، وهي مروية بأسنادهم عن ابن عباس. يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم، وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي. تخيل المنظر،
والتفت هنا أيضا إلى هذا الأمر الدقيق عليكم السلام، إلى أنه النبي صلى الله عليه وآله قد خص الحسين بفخذه الأيمن، في حين أن إبراهيم أخذ الفخذ الأيسر. هل لذلك معنى؟ الله العالم. يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وعلى فخذه الأيسر ابنه إبراهيم، وعلى فخذه الأيمن الحسين بن علي، تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا. النبي فرح بابنيه إبراهيم والحسين، إذ هبط عليه جبريل عليه السلام بوحي من رب العالمين في تلك اللحظة، فلما سري عنه. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله في حال خطاب الله عز وجل له بالوحي كان وضعه يختلف، كان يثقل عليه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يثقل إذا كان الخطاب خطابا مباشرا من الله تبارك وتعالى، فما إن ينتهي أو ينقضي هذا الوحي حتى يقال سري عن النبي، شوي يرتاح، يبين أنه عاد إلى وضع الطبيعي. في حالة الوحي كان مثلا يعرق جبينه، كان يرتجف أحيانا، يرتعد في بعض الأحيان، تصطك أسنانه مثلا. يقول: فلما سري عنه قال: أتاني جبريل من ربي فقال لي: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: لست أجمعهما لك، فافد أحدهما بصاحبه. أنت متونس الآن بالاثنين، الحسين وإبراهيم، الله مقرر هكذا: لست أجمعهما لك، واحد يعيش الثاني يموت، فمن تختار أن يعيش ومن تختار أن يموت فتفدي به الآخر. إبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، الحسين ابنه من فاطمة عليها السلام، أي أنه حفيده. لا أدري إن كان أحد يتعرض إلى مثل هذا الاختيار الصعب، ماذا يختار، ابنه أم حفيده؟ ولكنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ليست اختياراته اختيارات ترجع إلى الهوى مثلا، وإنما اختياراته اختيارات مقدسة ترجع إلى ساحة القدس. وبعبارة أخرى، إن اختياراته لا تكون إلا حكيمة، فلا بد أنه يقدم الأفضل. ومن هو الأفضل؟ الحسين. وإن كان إبراهيم ذا مقام عظيم جدا عند الله تعالى، هو ابن النبي من صلبه مباشرة، لكن الحسين أفضل منه قطعا، وكذلك الحسن الذي هو أفضل من إبراهيم ومن الحسين أيضا. قال الله له: يا محمد إن رب عفوا جبريل قال له: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: لست أجمعهما لك، فافد أحدهما بصاحبه. فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى إبراهيم فبكى، ونظر إلى الحسين فبكى. أختار هذا أم أختار ذاك؟
ثم قال إن إبراهيم أمه أمه، وهي السيدة الجليلة ماريا القبطية سلام الله عليها، ومتى مات لم يحزن عليه غيري. إذا مات حسب روايتهم لم يحزن عليه غيري أنا، لأنه ابن أمة. وأم الحسين فاطمة، وأبوه علي ابن عمي لحمي ودمي، سلام عليكم ورحمة الله، لحمي ودمي. ومتى مات حزنت ابنتي وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليه. فالمصيبة في فقد الحسين أكثر وأكبر من المصيبة في فقد إبراهيم، إذ يجتمع على الحزن فاطمة وعلي صلوات الله عليهما. وأنا أوثر حزني على حزنهما. يا جبريل تقبض إبراهيم، فديته بإبراهيم، فديت الحسين بإبراهيم. هذه كلمة ليست كلمة هينة، لما يقول رسول الله سيد أنبياء الله يقول أنا أفدي الحسين بابني هذا إبراهيم. وللعلم من جوانب جلالة وعظمة إبراهيم هذا أنه الذي فدى الحسين، وكان أول من فدى الحسين. أول من فدى الحسين هو إبراهيم، ثم تتالى أو توالى من فدوا الحسين عليه السلام يوم كربلاء. هؤلاء كلهم شهداء، نستطيع أن نعبر عنهم هكذا. أولهم، أول حسيني فاد للحسين هو إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني يوم القيامة يحشر السيد إبراهيم وفوقه لعله مكتوب من نور إنه فاد الحسين. الحسين هذا سر الأسرار، من الطبيعي أن يفتديه، يفتديه النبي صلى الله عليه وآله بابنه بإبراهيم، لأن الحسين هذا هو الذي فدى نفسه من أجل دين رسول الله. الحسين فدى بنفسه الإسلام، فكان جزاؤه من رسول الإسلام صلى الله عليه وآله أن يفتديه بابنه، أن يفديه بابنه إبراهيم عليه السلام. يقول فديته بإبراهيم. قال ابن عباس فقبض بعد ثلاث، بعد ثلاث ليال قبض إبراهيم عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وآله إذا رأى الحسين مقبلا قبله وضمه إلى صدره ورشف ثناياه وقال فديت من فديته بابني إبراهيم. إلى هذه الدرجة النبي يقول مو فقط مستعد أنا أن أفديك بإبراهيم ابني، أنا أيضا مستعد أن أفديك. فديت، يعبر عن نفسه الشريفة، يقول فديت من فديته بابني إبراهيم. هذه الرواية كما بينت لم أجدها من طرقنا، لكنها من طرقهم، وهي أحرى إذ ذاك أن تصدق.
طيب، مظلومية إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله بدأت منذ ما قبل ولادته، ظلم حين قذف وطعن وقيل أنه ليس ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هو حاشاه ابن زنا. هذا أمر صعب، هذا أمر مؤلم، ولكن لا بد من التعرض له، لا بد من بيانه حتى نكتشف من هم هؤلاء القاذفون، من هم الذين قذفوا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي فرح النبي صلى الله عليه وآله كثيرا به، ولماذا قذفوا، ومن كان رأس القاذفين. إنها قصة الإفك التي حرفت من قبل رأس الإفك لكي يجعل المظلوم، لكي يجعل الظالم مظلوما والقاذف مقذوفا. أبدأ معكم بهذا الحديث الذي رواه المخالفون أيضا، وتجدونه في كتاب مشكل الآثار لعالم أهل الخلاف المعروف المسمى الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي. وهذا الحديث تجدون نحوه أيضا في مسند البزار، أخرجه البزار أيضا برقم 576، وأيضا أخرجه ابن عساكر وغير هؤلاء، ولكن نحن نقف عند لفظ الحديث الذي في مشكل الآثار للطحاوي. رقم الحديث هناك 4334 بسنده عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام قال. وللعلم لفظ عليه السلام موجود في نفس الرواية، يعني في مصادر أهل، في نفس المصدر هذا من مصادر المخالفين، يعبر يقول عليه السلام قال: كان قد تجرؤ على مارية في قبطي كان يختلف إليها. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهي من طرق أهل الخلاف، ولا تجد فيها إلا إحالة إلى مجهول، يعني من هم الذين تجرؤوا على مارية وقذفوها، لا تسميهم هذه الرواية. الرواية كان قد تجرؤوا على مارية في قبطي كان يختلف إليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: انطلق، فإن وجدته عندها فاقتله. روح، إذا وجدت هذا القبطي عند مارية في بيت مارية اقتله. فقلت: يا رسول الله، أكون في أمرك كالسكة المحماة وأمضي لما أمرتني، لا يثنيني شيء، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ أنت الآن أمرتني بأن أقتل القبطي إذا وجدته عند مارية القبطية عليها السلام. أكون في أمرك كالسكة المحماة الحارة، يعني خلص ما ألتفت إلى شيء، أم إذا وجدت شيئا آخر مستجدا
يمنع من إنفاذ هذا الحكم فإني أتثبت وأتريث. الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فقال صلى الله عليه وآله: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، يعني الأمر لك. إذن هذا الأمر الذي أنا آمرك به لك أن تجمده أو توقفه أو تمتنع عنه، إذا استجد جديد رأيته. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فتوشحت سيفي ثم انطلقت، فوجدته خارجا من عندها على عنقه جرة. شفت هذا القبطي خارج من عند ماريا وعلى عنقه حامل ماذا؟ جرة ماء. فلما رأيته اخترطت سيفي، شهرت سيفي هكذا، فلما رآني إياه أربد، ارتعد وتغير وضعه. فلما رآني إياه أريد، عفوا، لما لاحظ أنني أريد ماذا؟ أريده هو، لأنه في ألفاظ أخرى من الرواية فيه كلمة أربد. الحاصل، فلما رآني إياه أريد ألقى الجرة، الجرة ألقاها وانطلق هاربا. فرقي في نخلة، راح صعد على نخلة، فلما كان في نصفها وقع مستلقيا على قفاه من الاستعجال، خايف هربان وما شايف أي واحد، شايف أمير المؤمنين وما شايف أي سيف، سيف أمير المؤمنين، سيف أمير المؤمنين هو بس كان يبرق هالشكل من بعيد، كانت تصيبهم سكتة، مو هو يموت أصلا، بس يشوف السيف خلاص، سيف علي هذا مو أي سيف. فطبيعي من الارتباك ماذا؟ وصل إلى نصف النخلة، طاح، وقع مستلقيا على قفاه، وانكشف ثوبه عنه، فإذا أنا به أجب أمسح. مجبوب ممسوح يقال للرجل الذي أجلكم الله ليس له العضو، هذا يقال له ماذا؟ ممسوح أو أجب أو مجبوب. فإذا أنا به أجب أمسح ليس له شيء مما خلق الله عز وجل للرجال. فغمدت سيفي لأنه ما طول ما عنده هذا الشيء، فإذا لا يمكن أن يكون قد زنى، لا يمكن. فغمدت سيفي وقلت: مه، يعني أسأل هذا القبطي، أقول له: ما الموضوع؟ مه يعني ماذا؟ ش عندك أنت هنا جاي؟ ش تسوي عند ماريا عليها السلام؟ فقال: خيرا، ليس هنالك سوء، رجل من القبط، أنا رجل من القبط، هي من مصر، أصلها من مصر، السيدة ماريا عليها السلام أصلها من مصر، قبطية، رجل من القبط، وهي امرأة من القبط، وزوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، أحتطب لها، أنا أحتطب لها، أجيب لها حطب تدفى بالشتاء تطبخ على هذا الحطب، وأستعذب لها، أستعذب لها يعني أجيب لها ماء عذب، ما عندها أحد يخدمها، أنا أخدمها، لأن السيدة ماريا عليها السلام أقصيت، بمعنى أنه جعلت في مكان قاص عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والحجرات المحيطة به، أول ما اقترن بها النبي صلى الله عليه وآله أسكنها إلى جواره. فآذتها عائشة كعادتها، تترك أحد تخليه بحالة ما تخليه، آذتها هي وحفصة ومجموعة وياهم، وشتموها لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبها، كانت من جهة متدينة
كانت ذات دين، مو مثل عائشة. الروايات هكذا تذكر، رواياتنا ورواياتهم أيضا. وكانت خلوقة فاضلة، يعني ليست ذات مشاكل، ليست من طبيعة بعض النساء اللي دائما مشاكل وقيل وقال وإلى ما هنالك، بحالها. وثالثا هذا الشيء اللي كان معذب عائشة، أنها كانت ذات جمال فائق فما كانت تتحمل. وإجا الشيء الرابع ماذا؟ أنه قد رزق منها رسول الله صلى الله عليه وآله ولدا، وهي في المقابل عاقر، حرمت الولد. فهذا الأمر جعل كيل عائشة يطفح، طفح بها الكيل، ما تحملت بعد، فظلت تأذيها. فالنبي صلى الله عليه وآله أبعدها، جعلها فيما يسمى مشربة أم إبراهيم، مكان هناك جعلها على الأطراف، أطراف المدينة لوحدها. طيب تحتاج أحد يخدمها، فالنبي عين لها هذا الخادم من قومها، هذا كان يروح يجيب لها ماء، يجيب لها حطب، يجيب لها أكل، يجيب لها هاي الأمور. والنبي صلى الله عليه وآله كان يتردد عليها من حين لآخر. يقول: رجل من القبط وهي امرأة من القبط وزوجة رسول الله صلى الله عليه وآله، أحتطب لها وأستعذب لها، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا رجعت للنبي فأخبرته، فقال: الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت. يعني هذه الإشاعة وهذا البهتان، هذا القذف، أنه كان بين هذا القبطي وبين هذه القبطية السيدة ماريا عليها السلام شيء من الفاحشة، نعوذ بالله، هذا السوء، الله صرفه بأن ذهب أمير المؤمنين عليه السلام وشاهد ماذا؟ أن الرجل مجبوب، فقطعت ألسنة المفترين. لكن من هم المفترون؟ الرواية تقول: كان قد تجرأ على مارية في قبطي كان يختلف إليها. طيب من هم هؤلاء المتجرئون؟ الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أردت عليك أن تفتش في مصادر أتباع أمير المؤمنين عليه السلام عن ذات الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، فهناك تجد اسم الذين قذفوا، أو أسماء الذين قذفوا، أو اسم التي قذفت على وجه التحديد. هذا الذي لم يحتمله أهل الخلاف فحذفوه. تفتش في طرقنا تجد هذه الرواية التي يرويها الصدوق عليه الرحمة في كتابه كتاب الخصال في الصفحة 563 بسنده عن عامر بن واثلة قال: كنت في البيت يوم الشورى. يقول: أنا كنت يوم الشورى العمرية، لما عمر عين ستة زعم عليكم السلام، زعم أنهم أهل لأن يتشاوروا وينتخبوا من بينهم خليفة أو حاكما. يقول: كنت عامر بن واثلة يقول: كنت في البيت يوم الشورى، هذا بعد مقتل عمر، فسمعت عليا عليه السلام وهو يقول: استخلف الناس أبا بكر وأنا والله أحق بالأمر وأولى به منه، واستخلف أبو بكر عمر وأنا والله أحق بالأمر وأولى به منه. إلى أن يقول أمير المؤمنين عليه السلام، حديث طويل
يسمى عندنا بحديث المناشدة. أمير المؤمنين كان يناشدهم: أنشدكم الله، ألستم تعلمون أني كذا وكذا، يعدد فضائله، مناقبه، حقوقه عليهم، ويحجهم بذلك، يحتج بهم بذلك عليهم. فهنا يقول أخيرا: إن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن إبراهيم ليس منك، وإنه ابن فلان القبطي. إذن التي كانت أول من روج هذا البهتان وهذا القذف كان من؟ عائشة. هذا الذي شطب من روايات أهل الخلاف، فقالوا هكذا، كان قد تجرأ على مارية في قبطي كان يختلف إليها. طيب من هم هؤلاء المتجرئين؟ خلينا نفتهم، ليش عجب أسماءهم ما موجودة؟ لا يمكن أن تكون هذه الأسماء مشطوبة ومخفية عند أهل الخلاف إلا أن يكون أصحابها شخصيات محترمة عند أهل الخلاف، وإلا لماذا يعتمون على هذه الشخصيات؟ إذا كانوا من أهل النفاق مثلا، إذا افترضنا أن أحدهم عبد الله بن أبي بن سلول مثلا كان يذكر، لا حرج في ذلك، لماذا لم يذكر؟ لماذا روايات الإفك في عائشة المكذوبة التي اخترعتها عائشة أيضا ووضعتها، لماذا وجدنا فيها أسماء؟ أن من الذين طعنوا في عائشة ورموها بالإفك أو بالزنا عبد الله بن أبي بن سلول، مصطح بن أثاثة، حمنة بنت جحش، حسان بن ثابت، وهؤلاء مذكورة أسماؤهم، ومذكور ما جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وبين سائر المسلمين. أما في المقابل في روايات الإفك في ماريا عليه السلام لا نجد أسماء من قذفوا ماريا بالإفك إلا عند أهل البيت في روايات أتباع أهل البيت موجودة الأسماء. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن إبراهيم ليس منك، وإنه ابن فلان القبطي. قال: يا علي اذهب فاقتله. فقلت: يا رسول الله، إذا بعثتني أكون كالمسمار المحمي في الوبر أو أتثبت؟ أيهما أمضي خلص، أم أنه أتثبت وأتريث وأتأكد؟ قال: لا، بل تثبت. هذا معنى الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فذهبت، فلما نظر إلي القبطي الذي اسمه جريح أو جريج كما سيأتي، استند إلى حائط فطرح نفسه فيه، يعني إلى بستان وطرح نفسه فيه، فطرحت نفسي على أثره، فصعد على نخل وصعدت خلفه، فلما رآني قد صعدت رمى بإزاره، فإذا ليس له شيء مما يكون للرجال، فجئت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: الحمد لله الذي صرف عنا السوء أهل البيت. الرواية إذن هي ذات الرواية التي رواها الطحاوي وغيره والبزار وغيره، لكن رواها الصدوق، ولكن فيها ماذا؟ اسم عائشة. طيب، رواية أخرى، هذه يرويها
الشيخ الأقدم الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره بسنده عن زرارة. وهذه الرواية أيضا مؤلمة. لماذا؟ لأن نحن قد علمنا إلى الآن أنه عائشة قد رمت مارية عليها السلام بالزنا، وكان ذلك قبل أن تلد إبراهيم. لما ولدته سيأتي إن شاء الله تعالى أنها جددت ذلك ولو على نحو المضاهاة، هذا أيضا سيأتي. لما مات إبراهيم، يعني في مثل هذا اليوم، حزن عليه النبي صلى الله عليه وآله كثيرا، إلى حد أنه ماذا؟ هملت عينه وقال إنا بك يا إبراهيم لمحزونون، صحيح؟ فعائشة من خستها ودناءتها ووقاحتها لم تحترم مشاعر النبي صلى الله عليه وآله، فجددت الطعن في إبراهيم وقالت هذه الكلمة التي قالها الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، كما في رواية زرارة يقول: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله حزن عليه حزنا شديدا، فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن جريح أو جريج، هكذا يمكن أن تقرأ الكلمة أيضا أو الاسم. تخيل المنظر، تخيل الوضع، امرأة غير محترمة أبدا، أدب ما عندها أبدا على الإطلاق. طيب، رواية أخرى، هذه الرواية يرويها الطبري الإمامي في كتابه دلائل الإمامة الصفحة 385 بسنده عن محمد بن إسماعيل الحسني عن أبي محمد الحسن العسكري الزكي صلوات الله عليه، في حديث عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول: هل علمتم ما قد رميت به مارية القبطية وما ادعي عليها في ولادتها إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: لا يا سيدنا، أنت أعلم، فخبرنا لنعلم. هذه الرواية عن الإمام الرضا. قال: إن مارية لما أهديت إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، هو أهداها المقوقس، وللعلم هنالك قصة مفصلة نحن شرحناها في كتاب الفاحشة، قصة مفصلة أنه ماريا عليها السلام كانت من بنات الملوك، ماريا بالأصل من بنات الملوك ممن تنتسب إلى شمعون، كانت على دين المسيح عليه السلام الحقيقي، دين المسيح الحقيقي، سيدة طاهرة فاضلة مؤمنة موحدة غير مشركة، ليست على عقيدة النصارى. هذا المقوقس تغلب على الحكم، وبالتعاون مع هرقل أراد فرض عقيدة نصرانية مشركة في مصر، فجرت حروب، وكان على أثر ذلك أنه استرق من؟ ماريا عليها السلام وأختها سيرين اللتان هما من بنات الملوك، هو غلب واسترقهما. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله
له يدعوه إلى الإسلام بعث بهدايا كان من جملة تلك الهدايا هاتان الجاريتان، أحدهما ماريا التي اصطفاها النبي صلى الله عليه وآله لنفسه، والأخرى سيرين التي زوجها لحسان ابن ثابت. يقول الإمام الرضا عليه السلام: إن مارية لما أهديت إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أهديت مع جوار قسمنا أو قسمهن رسول الله على أصحابه، وظن بمارية من دونهن. شنو معنى ظن بمارية من دونهن؟ ظن أنها ولود. لما يقال في لغة العرب فلانة مظنونة، أي أنها ماذا؟ يظن أنها تلد، هكذا يقال. فالنبي صلى الله عليه وآله اصطفاها لماذا؟ لأنه ظن بها أنها تكون أم ولده، وهذا الذي حصل فعلا. وظن بمارية من دونهن، وكان معها خادم يقال له جريح يؤدبها بآداب الملوك، وأسلمت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. جريح معها، عفوا، وأسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، جريح معها، يعني أسلم جريح أيضا، وحسن إيمانهما وإسلامهما. إذن كانا ماذا؟ خيرين. فملكت مارية قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. مارية ملكت قلب النبي، أحبها كثيرا، فحسدها بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله. وأقبلت عائشة وحفصة تشكوان إلى أبويهما ميل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مارية وإيثاره إياها عليهما، حتى سولت لأبويهما أنفسهما أن يقولا: إن مارية إنما حملت بإبراهيم من جريح. إذن الإفك الآن لم يكن فقط من عائشة، ولا فقط من عائشة وحفصة، وإنما اشترك معهما من؟ أبويهما، أبو بكر وعمر. وكانوا لا يظنون جريحا خادما زمنا. لماذا قذفوها بجريح؟ هم رأوا جريح يتردد عليها ولم يعلموا أنه جريح خادم لها بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. فأقبل أبواهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جالس في مسجده، فجلسا بين يديه وقالا: يا رسول الله، ما يحل لنا ولا يسعنا أن نكتمك ما ظهرنا عليه من خيانة واقعة بك. قال: وماذا تقولان؟ قالا: يا رسول الله، إن جريحا يأتي من مارية الفاحشة العظمى، وإن حملها من جريح وليس هو منك يا رسول الله. فأربد وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، تغير لونه، وتلون لعظم ما تلقياه به. كلام خطير، قذفوا ناموسه، عرضه. ثم قال: ويحكما، ماذا تقولان أو ما تقولان؟ فقالا: يا رسول الله،
إننا خلفنا جريحا ومارية في مشربة وهو يفاكهها ويلاعبها ويروم منها ما تروم الرجال من النساء. فابعث إلى جريح فإنك تجده على هذه الحال فأنفذ فيه حكمك وحكم الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أبا الحسن، خذ معك سيفك ذا الفقار حتى تمضي إلى مشربة مارية أو مشربة مارية، فإن صادفتها وجريحا كما يصفان، كما يقول أبو بكر وعمر يلاعبها ويروم منها ما يروم الرجال من النساء، فاخمدهما ضربا، اقتلهما. فقام علي واتشح بسيفه وأخذه تحت ثوبه، فلما ولى ابتعد ومر من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أتى إليه راجعا فقال له: يا رسول الله، أكون فيما أمرتني كالسكة المحماة في النار أو الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: فديتك يا علي، بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. قال: فأقبل علي عليه السلام وسيفه في يده حتى تسور من فوق مشربة مارية أو مشربة مارية وهي جالسة وجريح معها يؤدبها بآداب الملوك، يؤدبها بآداب الملوك، مو يلاعبها ويلاطفها كما افترى هذان الملعونان، يؤدبها بآداب الملوك ويقول لها: أعظمي رسول الله وكنيه وأكرميه، ونحو من هذا الكلام يقول الإمام الرضا عليه السلام. فنزل أمير المؤمنين عليه السلام إلى المشربة وكشف الريح عن وكشف الريح عن أثواب جريح، فانكشف ممسوحا، فقال: انزل يا جريح. فقال: يا أمير المؤمنين، آمن على نفسي؟ قال: آمن على نفسك. قال: فنزل جريح وأخذ بيده أمير المؤمنين عليه السلام وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأوقفه بين يديه وقال له: يا رسول الله، إن جريحا خادم ممسوح. فولى النبي بوجهه إلى الجدار. ليش؟ النبي ابتعد هكذا، خلى وجهه صوب الجدار حتى لا ينظر إلى جريح، لأنه سيأمره بأمر حساس. فولى النبي بوجهه إلى الجدار وقال: حل لهما، لعنهما الله يا جريح، واكشف عن نفسك حتى يتبين كذبهما. النبي لا ينظر، أما لا ينظر من مروءته، وإلا في مثل هذا المورد لا حرمة، في مثل هذا المورد لا حرمة حتى يتبين الحق من الباطل، وثم هو ممسوح بالنتيجة، هو ممسوح ليس له شيء. أما شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حل لهما، يعني حل ثيابك، لعنهما الله. فالنبي لعن أبا بكر وعمر وهما ماذا؟ جالسان عنده، حتى لا يتوهم بعض الناس الجهل اللي ما متبعين جيدا أنه لا، النبي متى لعنهما؟ وإذا هم لعنهما يمكن لعنهما في السر في الخلوات، مو أمام أعينهما، لا لا، أمام أعينهما. كم مرة هم صاير هذه واحدة من المواقف يعني، بس المشكلة عندنا كما بينا أكثر من مرة أنه إحنا مع الأسف بعيدون تماما عن تراثنا عن آل محمد عليهم الصلاة والسلام، وإلا الذي يطلع على الروايات جيدا ويحفظها جيدا كل الأمور تصير واضحة عنده.
احنا بعيدين عن روايات ائمتنا عليهم السلام، لذلك الامور تلتبس علينا. حل لهما لعنهما الله يا جريح، واكشف عن نفسك حتى يتبين كذبهما. ويحهما ما أجرأهما على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فكشف جريح عن أثوابه فإذا هو خادم ممسوح كما وصف، فسقطا بين يدي رسول الله أبو بكر وعمر وقالا يا رسول الله التوبة، استغفر لنا فلن نعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تاب الله عليكما، فما ينفعكما استغفاري ومعكما هذه الجرأة على الله وعلى رسوله. يعني أنتم لستما قابلين لأن يستغفر لكما رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه باطنكم باطن خبيث، فيكما جرأة على الله وعلى رسوله. هذا الفعل كشف باطنكم الخبيث وأفعالكم الأخرى. لا تاب الله عليكما فما ينفعكما استغفاري ومعكما هذه الجرأة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله. قالا يا رسول الله، فإن استغفرت لنا رجونا أن يغفر لنا ربنا. فأنزل الله الآية بهما وفي براءة ماريا، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه الرواية عن الرضا صلوات الله عليه تكشف لك مقدار خبث أبي بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة. ومن الطبيعي أيها الإخوة أنه حادثة حساسة وخطيرة كهذه تسقط أبا بكر وعمر وابنتيهما عن الاحترام وعن الموالاة. من الطبيعي أنك لا تجدها بهذه التفاصيل وبهذا الوضوح في مصادر أهل الخلاف. يعني ماذا تنتظر أو ماذا تتوقع؟ تتوقع أن أهل الخلاف يدونون حقا في كتبهم أن عائشة هي التي قذفت ماريا، وأن أبا بكر وعمر اشتركا في ذلك، ورسول الله لعنهما وقال لا تاب الله عليكما؟ غير متوقع، هذا أمر غير متوقع. فإذا ما هو السبيل لكي نثبت هذه الحادثة للمخالف؟ نأتي بروايات آل محمد عليهم السلام، يقول أنا لا أتم بآل محمد أصلا، أنا أتم بالبخاري، أتم بمسلم، روايات هؤلاء جيبوا لي، هاتوا لي روايات أئمتي. فماذا نصنع؟ إخواني الصنع سهل، الحل سهل، وهو ماذا؟ تتبع المنهج العلمي في إثبات الوقائع والحوادث. المنهج العلمي يقضي بأن إذا وجدنا أمرا مرويا لدى طائفة من الناس، وهذه الطائفة عدوة لمن تتهمهم بتلك الواقعة، المنهج العلمي يقضي بهذا، أن إذا فتشنا في مرويات الطائفة الموالية للمتهمين أو في أقاويل المتهمين أنفسهم فوجدنا قرائن تصدق ما ترويه الطائفة الأخرى،
قلنا إذن الواقعة ماذا؟ محفوفة بقرائن الصدق، كأية حادثة أخرى يتهم بها فلان من الناس ويأتي المحقق من النيابة العامة يحقق. شلون يحقق؟ يعني مثلا أعطيكم مثالا، شخص نعوذ بالله زنى بامرأة، وأنا أتكلم على القانون الوضعي، لا أتحدث الآن عن القوانين الشرعية وضرورة وجود الشهود العدول الأربعة، ما أتحدث عن هذا، الأربعة ما أتحدث عن هذا، أتحدث عن القانون الوضعي الطبيعي. شخص زنى بامرأة، جماعة شاهدوه على يفعل ذلك، اغتصب مثلا امرأة، نفرض هكذا، دخل على بيتها واغتصبها وآذاها وفعل ما فعل، والجماعة هؤلاء لما فتش القاضي أو المحقق وجدهم أنهم مناوئون لهذه الشخصية أساسا، يعني من الأصل يقولون هذا اللي في حارتنا معروف من الأول، هذا إنسان سيء، أخلاقه أخلاق الفجار، شارب خمر، سارق، زاني، كاذب، فاسق، كل السيئات فيه. فالمحقق في البداية يلزم بريك، يقول ربما هؤلاء من فرط عداوتهم لهذه الشخصية أو لهذا الشخص هكذا مثلا تجنوا عليه. طيب شو يسوي المحقق؟ يقوم يجيب، عليكم السلام ورحمة الله، يقوم يجيب الشخص نفسه، يستجوبه ويستجوب أولياءه، فيبحث هل أنه يجد في كلامه أو كلامهم إشارات أو دلائل تدل على صدق ما قاله الآخرون، ما اتهمه به الآخرون، وإن كانوا على عداوة معه أم لا. يروح يجيب هذا المتهم، يقول له تعال أنت يوم كذا ساعة كذا وين كنت مثلا، فيقول أنا نعم كنت في شقة تلك المرأة مثلا. طيب شنو كنت تسوي؟ يقول كنت أصلح التلفزيون مثلا، عرفت شلون؟ أو يقول كان شخص آخر يريد أن يقدم على هذه الجريمة، أنا ذهبت خلصتها. طيب وين هذا الشخص الآخر؟ من هو هذا الذي أراد اغتصابها؟ يقول راح ولا ما أدري منه. فتدور تساؤلات، شايف شلون؟ تبين هنا ماذا؟ يكاد المريب أن يقول خذوني. على هذا الأساس ما أضمر امرئ شيئا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، إلا ظهر في فلتات لسانه أو صفحات وجهه، مضمون الرواية. فنحن هكذا نتبع الآن هذا المنهج العلمي الطبيعي أو المنهج التحقيقي الطبيعي الذي لا ينبغي أن يختلف عليه اثنان. عندنا قضية متهمة فيها عائشة أنها قذفت السيدة ماريا عليها السلام، وقذفت السيد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وقالت هو ابن من الزنا والعياذ بالله، ابن جريح وليس ابن رسول الله. زين، من الذي يتهم عائشة؟ الإمام أمير المؤمنين هذه رواية، الإمام الحسن العسكري عليه السلام هذه رواية، الإمام الرضا عليه السلام هذه رواية، وما بينهم روايات، ترى عندنا روايات كثيرة، من أراد الاستزادة والاطلاع أكثر يرجع إلى كتاب الفاحشة في الفصل المتعلق بهذا الشيء، هناك ناقشنا القضية بإسهاب وعددنا الروايات. طيب هؤلاء من؟ أئمة أهل البيت عليهم السلام. مخالف قد يقول أو المحقق المتجرد يقول أنه هؤلاء على عداوة مع عائشة، لأنه عائشة بالنتيجة قاتلتهم، يعني علي بن أبي طالب واضح بعد عداوة بينه وبينها لأنها خرجت عليه، هؤلاء أبناؤه. فشنو نسوي إذن؟ نروح نفتش في مصادر أولياء عائشة، أتباع عائشة، وماذا رووا عن عائشة. لما نفتش في تلك المصادر نجد قرائن تجعلنا نتأكد من صدق ما اتهمه بها، اتهمها به أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نجد قرائن واضحة.
مثلا من تلك القرائن. لاحظوا هذا الحديث شوية، تأملوا هذا الحديث. يرويه الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين برقم 6821، وقد سكت عنه الذهبي بما يومئ إلى تصحيحه من قبل الذهبي أيضا. والحديث أيضا نحوه مروي في الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء الأول الصفحة 137، والبداية والنهاية لابن كثير الجزء الخامس الصفحة 326، وتاريخ اليعقوبي الجزء الثاني الصفحة 87. روايات كلها بنفس المضمون، ونحن نأخذ لفظ الحاكم. يروي الرواية بسنده عن عروة عن عائشة قالت: أهديت مارية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومعها ابن عم لها، يعني قبطي من قومها من بني عمومتها. قالت: فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملة. المراد يعني رسول الله صلى الله عليه وآله. زين. قالت: فعزلها عند ابن عمها، يعني النبي بأمره، هذه مرة حامل وتصير يصير عندها حالة النفاس أو حالة شو يسموه هذا، يعني تحتاج في حالة الحمل وما يلي الحمل تحتاج إلى من يراعيها، من يأتي بحاجياتها، مأكلها، مشربها، أمورها، مستلزماتها. فعزلها عند ابن عمها. قالت عائشة: فقال أهل الإفك والزور. التفتوا، هنا عائشة تصرح، تستخدم هذا اللفظ، تقول أهل الإفك. إذن آيات الإفك التي نزلت في سورة النور، آيات البراءة التي تحدثت عن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، هذا اللفظ شوف وين موجود في الروايات، بلسان عائشة تقول قال أهل الإفك والزور. إذن تلك الآيات منطبقة على هذه الحادثة دون حادثة ما تزعم عائشة أنها هي التي رميت به. ثم عجبا منك يا عائشة، لما لم تسمي لنا أهل الإفك والزور؟ لماذا لم تسميهم كما سميتهم لنا لما زعمت أنك أنت التي قذفت؟ لماذا؟ فقال أهل الإفك والزور: من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره. يعني من هلقد النبي صلى الله عليه وآله محتاج إلى أن يكون له ولد، ادعى ولد غيره. وكانت أمه قليلة اللبن، ما عندها لبن في صدرها، فابتاعت له ضائنة لبون. ضائنة من الضأن، ابتاعت له لبون، تدر لبنا. فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه، لأنه يتغذى بلبن الضأن فصار لحمه يعني جيد، يعني صار أبيض، صار كذا. قالت عائشة، هو يقول رضي الله عنها: فدخل به علي النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم فقال: كيف ترين؟ دخل أخذ ابنه ودخل على عائشة، قال: شلون تشوفينه؟ كيف ترين هذا الولد إبراهيم عليه السلام؟ شوفي شلون حلو، ويعني ما شاء الله سمنان وكبران ولونه أبيض. زين. فقلت: من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه. زين. قال: ولا الشبه،
يعني ما تشوفين شبهه بي؟ قالت فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت ما أرى شبهها. ماكو شبه بينك وبينه. قالت وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ما يقول الناس، شو يقولون من الافتراء والإفك والزور، فقال لعلي خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته. قالت فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رطبا، يعني يجني رطبا، فلما نظر إلى علي ومعه السيف استقبلته رعدة. قال فسقطت الخرقة اللي كان يتخرق بها، فإذا هو لم يخلق الله عز وجل له ما للرجال شيء ممسوح. طيب، هذا تمام الرواية. وعن عائشة ذاتها وعن عروة بن الزبير، يعني سند جيد يعني عندهم. طيب، ما الذي يهمنا في مثل هذا الحديث ونظائره؟ التفتوا إخواني، أول ملاحظة، أول ملاحظة، عائشة تقول فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن نفيت شبه إبراهيم برسول الله صلى الله عليه وآله. يأتي المخالف على عادته فيهون من هذا الأمر، يقول بعد غيرة النساء شو نسوي؟ نحن نقول من جانبنا نعم، غيرة النساء صحيح في محلها، يعني ممكن التعاطي معها وإبقائها ضمن هذه الحدود، ولكن إن تجاوزت الحدود تصبح شرعا جريمة وإثما أم لا؟ وأنا ضربت لكم مثالا في إحدى الاحتفالات المباركة بهلاك عدوة الله عائشة، إذا تتذكرون كانت أيامها صارت حادثة جد هزت الكويت، أنه شخص تزوج على امرأته، أخذ الثانية ونصب خيمة كبيرة للعرس يعني، فإذا بالمرأة الزوجة الأولى جاءت وأحرقت الخيمة كلها، ومات فيها ما أدري 80 امرأة، ما أدري إيش قد، يعني مجزرة صارت مجزرة، ماتوا، حادثة هزت الكويت. أخذت المرأة حكم عليها بالإعدام، تصيح تصرخ في قاعة المحكمة تقول أنا حملني على ذلك الغيرة، ما يقبل منها القاضي، يقول لأنه غيرة، آمنا بالله عندك غيرة بس ما تتجاوزين الحدود إلى هالدرجة، إلى حد القتل. سؤال، ما فعلته عائشة في مثل هذا المورد على حد القتل أم لا؟ لما تأتي إلى رسول الله تقول له هذا ابنك مو شبهك، في وقت الذي تعلم أن أهل الإفك والزور والأقاويل والأجواء كلها تشيع ماذا؟ أنه هذا ابن زنا، بالفعل هذا مو ابنك. فهي في هذا الوقت الحساس، في هذا الظرف بالذات، تؤكد الأمر بقولها ماذا؟ ما أرى شبها. هذا تجاوز للحد أم لا؟ هذا مثل قضية أنه المخالفين على وقاحتهم حقيقة يعتذرون عن عائشة لما كانت تهين النبي صلى الله عليه وآله، تهينه، يقول أنت الذي تزعم أنك رسول الله لما لا تعدل؟ هاي موجود في رواياتهم، إيه أنت الذي تزعم أنك رسول الله لما لا تعدل؟ يقولون إيه هذا يعني الغيرة. نعم الغيرة. طيب غيرة هذا تجاوز للحد يا أخي، هذا رسول الله، لما تقول أنت الذي تزعم أنك رسول الله يعني شو؟ يعني مو رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني تتهمه بالكذب، نعوذ بالله، ليس أمرا هينا هذا. تأتي في وسط الرجال وتروح تكسر الأطباق والأكل والما أدري كذا، هاي الأعمال السيئة، هذه لا يمكن
أن نغفرها لها بدعوى أنه هذا مما حملته عليه غيرة النساء. فنحن نعم يمكن لنا أن نقبل قضية غيرة النساء إلى الحد المعقول، أما إلى الحد غير المعقول أن يتطور الأمر إلى قذف، إلى الطعن في ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا أمر غير مقبول. ولا ينفع عائشة أن تعتذر يوم القيامة أن تقول إلهي حملني على ذلك الغيرة مثلا. والمهم في الأمر هو ما بيناه، أنك لابد أن تلاحظ أن هذه الكلمة قالتها عائشة في أي ظرف، في أي وقت، في وقت هي ذاتها تقول قال أهل الإفك والزور من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره. ففي هذا الوقت، في هذا الظرف الحساس، تأتي تقول للنبي، وهي تعلم أن النبي يسمع أقاويل هنا وهناك أنه هذا مو ابنك، فتجي تقول له هذا ترى ما يشبهك. يعني شنو؟ يعني اتأكد القضية، أقلا ما تحترم مشاعر النبي صلى الله عليه وآله. فهذا الحديث وأمثاله قرائن على أن عائشة لها ضلع في الافتراء على ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، في مشاركة أهل الإفك والزور، لما تضم هذه الطائفة من روايات أهل الخلاف إلى رواياتنا نحن التي صرحت بأن عائشة هي القاذفة، هي رأس الإفك، تعلم كأي محقق آخر في الدنيا أن الأمر ثابت على عائشة. يعني من فمك أدينك، من فلتات لسانك يا عائشة ندينك. الكلام في هذا الأمر من أراد الاستزادة والتوسع له أن يرجع إلى كتاب الفاحشة، فيجد فيه الروايات المفصلة عنا وعنهم في شأن هذه الحادثة المؤلمة. والذي نرجوه فقط في مثل هذا اليوم، يوم وفاة سيدنا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أن نرى السنة المقبلة إن شاء الله وما يليها العالم الإسلامي يتشح بأثواب السواد والحداد على هذا السيد الجليل، على هذا الذي كان قرة عين رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي حزن رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا في يوم شهادته أو وفاته. لابد أيضا نحن أيضا أن نحزن لحزن رسول الله، وأن نجدد في كل سنة إدانة عائشة في هذا اليوم، وإدانة حفصة، وإدانة أبي بكر وعمر، هؤلاء الذين اشتركوا في الإفك على إبراهيم وعلى مارية عليهما الصلاة والسلام. هذا لابد أن يتضح. والآخرون الذين يتنطعون لما يهاجموننا قائلين إنكم تطعنون في عرض رسول الله، أين هم عن عائشة التي طعنت في عرض رسول الله؟ هي التي طعنت في عرض رسول الله، نحن حاشا وكلا ما طعنا في عرض رسول الله. نحن لما تكلمنا على عائشة وقلنا إنها زنت في طريق البصرة، هذا كان بعد انفصام العروة بينها وبين رسول الله، فلا يدخل على رسول الله شيء من أفعالها اللاحقة التي فعلتها بعد استشهاده صلى الله عليه وآله، وهي التي قتلته بأن جرعته السم كما تعلمون. فهذه مغالطة من بعض من يتصنع التشيع في هذه الأيام، أنه إحنا ضد هؤلاء لأنهم يطعنون في عرض رسول الله، صار مع أنه الآن استفتوا، يلا هاي دونكم مراجع التقليد العظام، اسألوهم أنه قائل، حتى القائل بمقالة أن عائشة ارتكبت الفاحشة بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، أهذا طاعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله؟
شوف من يقول لك إيه من الفقهاء؟ لا أحد، لا أحد. أما في المقابل كل الفقهاء يقولون بمقتضى روايات أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أو طبقا لروايات أئمتنا أن عائشة طعنت في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعنت. فلماذا تجبنون عن مهاجمتها؟ لماذا تجبنون عن التنديد بها ونحن نعيش في زمان سقوط قناع عائشة؟ هذا الزمان انكشف فيه الوجه الحقيقي لعائشة، الوجه القبيح وغيرها من رموز النفاق والباطل. فينبغي علينا جميعا أن نتقدم في هذا المضمار حتى نعيد المسلمين جميعا إن شاء الله تعالى إلى طريق الهدى والحق بإذنه تعالى.